حقيقة معظم أعضاء مجلس النواب كانوا متوقعين الحكم من الإدارية العليا. الحقيقة الحكم في منطوق أسلج صدور الشعب المصري ككل، وكمان يعني عايز أضيف إن هو أسلج صدور النواب الوطنيين في المجلس اللي هو اللي هم ما أكثرهم. أما فيما يتعلق بهذه الاتفاقية فأصبحت هي والعدم سواء وليس لها وجود، فكيف يحال إلى المجلس أو ينظر المجلس اتفاقية حكم ببطلانها من أساسه؟ فأصبحت اتفاقية معدومة ولا يجب ولا يكون أن ينظر المجلس مثل هذه الاتفاقية. لابد للدولة جميعا رئيسا وحكومة وشعبا أن تحترم هذه الكلمة وأن تنفذها، لأن هذه مسألة تتعلق بمسألة الدولة. بعد الحكم لا يجوز أن يناقش مجلس الشعب طبقا لاحترام الدستور والقانون اتفاقية أصدر فيها القضاء المصري الشامخ البطلان، وبالتالي دي المحكمة الإدارية العليا استندت في حكمها إلى أنها بتحترم المحكمة الدستورية وبتحترم الدستور. يجب أن نذكر أن هذا هو الحكم الثاني وليس الحكم الأول. الحكم الأول أبطل هذه الاتفاقية شكلا وموضوعا، واستشكلت الحكومة على هذا الحكم، فجاء حكم اليوم نافذا وقاطعا ولا يقبل الاستئناف بأنها مصرية بما أن القضاء أقر هذه المسألة. لا يجوز فيه حتى التماس عقد النظر، بقت الاتفاقية معدومة، والعدم لا يجوز أن يقعد على مجلس النواب. يعني في حاجة معدومة هتقعد عليها؟ وبعدين ده كان قرار إداري صدر من رئيس الوزراء بالتفويض من رئيس الجمهورية وباتفاقية معينة، والطعن في هذا القرار الإداري قدام القضاء الإداري. أعتقد بعد حكم المحكمة الإدارية العليا أعتقد أن الاتفاقية والعدم لا وجود لها، وأنا أطالب بالحكومة المصرية بسحب هذه الاتفاقية من البرلمان المصري، لأن أحكام القضاء أحكام نهائية باتة تتحدث باسم الشعب، العنوان باسم الشعب. تيران وصنافير مصرية، والحكم هو عنوان الحقيقة، شاء من شاء وأبى من أبى.